الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. دريم ركن د إسلامنا هغا زكاة وركولي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة؟ ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة وركول ذكر كلا. لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة. زكاة زكاة بايد معين أو دخاس مال نواخس تلشي. إلى طائفة معينة الأصناف الثمانية. يو خاص دلتا شغا بينزي قسمة دي أغيلا وركول كيجي. نعم بمقدار معين. بخاص مقدار سرا. في زمن معين. بخاص وخكي. الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل. زكاة بدو قسمة دي فرض أو نفل. الفرض ينقسم إلى قسمين زكاة بدن هي زكاة الفطر في عيد الفطر بعد رمضان. زكاة بدو قسمة زكاة فرض شدي يا غب بدو قسمة دي يود زكاة بدن دي يا غيت زكاة الفطر ولا شيء اختركي خلك وركي. نعم وزكاة المال الأموال اللي تجب فيها الزكاة أربعة. او دوام زكاة دي مال دي كم مالونو كيش زكاة واجبيه هغب سلور قسمة دي الذهب والفضة سبين او سرى وما يقوم مقام الذهب والفضة ريال دولار او هرسة دي بزيب اندوي لك دالر شو يا ريال شو يا روبي. نعم الثاني الابل والبقر والغنم دوام كده اوخ غوا او قدي بيزي اذا كانت ترعى اكثر العام الهجري او كل العام الهجري ولا يشتري لها علف چکلا اغا ترولکیگی په هجری کال کې یاد اغینا ډیر او سول اخسل کیږي نه خرچه په نه. والخارج من الارض الحبوب والثمار حبوب قمح شعير ثمار مثل التمر او هر هغه ستې د سبکې نه راوزی لکه غنم شو کجوره شو همدغه سي وربشه شو. الفواكه والخضروات ليس فيها زكاه. فواكه ميوي فروت او سبزي په دې کې زکات نشته دي. نعم الرابع عروض التجاره كل ما اعد للبيع والشراء لدي سوبر ماركت يبيع الأخشاب مواد غذائية الملابس هذه فيها الزكاة والله أعلم. سالور قسم كذي أغا عروض التجارة دي تجارة دبارة هر يو شيء تيار شوي كأغا دكان دي أغا سامان خرسي لرقي خرسي يا هر سجبكي باقي كزكاة دي والله أعلم.